كابتن الخطيب شخصيا بصفته وخبراته الكروية ومسؤولياته كرئيس للمجلس مع الجهاز الفني، المناقشة الفنية المرتقبة في الاجتماع. اعتقد ان في تقرير تاني من الجهاز الطبي، يعني هو طالب يعني اعتقد ثلاث تقارير ضمنهم الجهاز الطبي، وده مهم جدا، وانا يعني دي حاجه كويسه ان هو ومراجعه الحساب الختامي. وعندنا اتفاقيات بتتم، شركه برزنتيشن بترعى المشروع الجديد مع وزاره الشباب والرياضه لرعايه او للبحث عن وايجاد 1000 محترف في الكوره في مصر. اهميه المشروع ده من وجهه نظر حضرتك؟ ده طبعا فرشه وخط بصمته، ده موجود عندنا في مصر، يعني في عندنا، واحنا في يوم من الايام كان في نجوم من عندنا في النادي الاهلي بيشكو من شيء الجهاز الطبي بيشخصه انه حاجه، المصطلح كان اسمه شرخ اجهادي في القدم، وكانوا بيسفروه اوروبا ويعملوا له التصميم ده في وقت من الاوقات، الحذاء الرياضي المناسب له نادي الزمالك. فطبعا الميل وقتها كان ان الصفقه دي تروح الزمالك، الصفقه هما كانوا متفقين وكلام من ده مع رئيس النادي. ده هنا حضرتك بتقول تعاقب من الدوله نفسها، فتعاقب فتعاقب اترمى هناك. فالمهم لامع ده اللي كان يعني في كل ماتش يجيب له جنين ثلاثه، عمود يعني عمود الخيمه في الخط الدفاع، لعيب كبير جدا، ده سد عالي، ابيعه عشان هستفيد منه 18 مليون واسيب المنطقه بتاعته دي وما عنديش البديل ليه، وما فيش كان بديل ليه في مصر يعني في الوقت ده. يعني له حيثيه في مجلس الاداره لما بيسمعوا رايه عشان الصفقات. طبعا والاهلي دايما يدي المدير الفني سلطه كامله حسبه. ودي هل الفتره دي محتاجه انه يؤخذ راي الجهاز الفني ومقترحاته ومطالبه على ان تكون استراتيجيه التعاقدات فعلا بيضعها لجنه الكره والكوادر اللي فيها؟ هو احنا تعودنا في النادي الاهلي لجنه الكوره فوق الجهاز الفني من زمان، يعني من زمان لجنه الكوره فوق الجهاز الفني. فانت لجنه الكوره دي هتعمل البالانسنج او التوازن بين ان المدرب ممكن يمشي السنه الجايه او يمشي السنه بعدها، بس يكون دبسك في لعيبه وحشه او يكون جاب ناس كويسه وتوافقت عليها البالانس اللي يحافظ على ان الاختيارات دايما تبقى جيده، تبقى جيده. ان لجنه الكوره لازم تكون صاحبه رؤيه وقرار نهائي بعد الجهاز الفني او اللجنه الفنيه، الجهاز الفني ولجنه الكوره هي السلطه العليا، وما نوزعش بقى ما تتوزعش السلطات بين دول، يعني ما يبقاش في يعني فروع تانية فتتوزع دم الاهلي بين القبائل. ايه الحاجه اللي حضرتك حابب تقولها عن الأزمة دي انطلاقا من التجارب اللي فاتت؟ ايه الرسالة اللي عايز توجهها للجماهير او المشاهدين او للمسؤولين في النادي؟ الرسالة للمشاهدين ان الأهلي لا خوف على الأهلي. الأهلي ده هرم خوف، لا ما اتضرب بالطوب او ما بتاع مش هيقع، ده الأهلي ده هرم خوف، وده ده ده يعني ده كيان، ده شيء كبير جدا، فمفيش خوف ابدا على النادي الاهلي. يطمئن ان القادم افضل، القادم يعني افضل، والكبوات دي حصلت في تاريخ النادي الاهلي، بتحصل في كل الانديه حتى العالميه وحتى الكبيره. امتى نخاف وامتى نقلق؟ لو الاداره ما بتتحركش بشكل سريع لتدارك المشاكل، لو مفيش تحرك، او لو مفيش يعني لو مفيش استجابه سريعه لمواجهه المشاكل او الازمات، هنا ممكن نقلق. لكن احنا شفنا الكابتن الخطيب بيتعالج بره، لكن طالب وهو بيتعالج بره، طالب حريص على التواصل مع الجماهير والمشاهدين وتوضيح بعض. وبعدين انت عندك ما تخافش طالما عندك جمهور الاهلي، جمهور الاهلي باكينج دايما للنادي الاهلي. صحيح في بعض يعني بعض الناس من جمهور الاهلي برضه بيبقوا غاضبين غضب اكتر من اللازم، بيبقى انفعالين اكتر من اللازم، ممكن يعني لا، وده قدر الكيانات الكبيره كلها. الكيانات الكبيره كده لما بتخسر او بتخفق بحجم ما انت نجم بتهاجم احيانا، يجب يجب ان نتحمل ده كجزء من الضريبه بتاعه الكبير. لكن حضرتك بتقول الغالب العام والقطاع الاكبر اللي اعتدنا انه داعم لفريقه وصبور حتى وقت الازمات، يعني ان ده اللي احنا عايزينه، الصوره اللي احنا عايزينها. طبعا يعني الاهلي ان شاء الله يعني لا قلق لا خوف طالما في ضرر مش واعي، بس مين يقدر يزايد على محمود الخطيب يعني في ولائه للنادي الاهلي او في اخلاصه للنادي الاهلي او في حب النادي الاهلي. مش عايز اتكلم عن اخرين، ومع كامل الاحترام ليهم كلهم شخصيات محترمه في مجلس الاداره ومتحققين اجتماعيا ومتحققين يعني في اعمالهم الخاصه، لكن ما حدش يقدر يزايد على محمود الخطيب في
مساله ولاء للنادي الاهلي، اخلاصه للنادي الاهلي، انتمائه للنادي الاهلي، ده اكتر واحد ادى النادي الاهلي. وان شاء الله كمان كل المعاني الجميله المرتبطه بالكابتن الخطيب وجيله من النجوم واساطير الرياضه والكره المصريه وكبار محبي النادي الاهلي، وهو بالتاكيد من هذه الرموز، ان ده يترجم لخطوات كمان مؤثره تعكس هذا التقدير ل النادي الاهلي وايجاد الحلول المناسبه لمشكلاته. احنا نساعده بس احنا نساعده بس يا استاذ محمد بالاقتراحات، يعني هو يبقى في رؤى كثيره بتطرح، يبقى في رؤى كثيره قدامه، وما نزعلش من النقد، يعني ما نزعلش ان في ناس محبين بينتقدوا، لا يعني هو اعتقد ان هو الاداره ما تزعلش من ده طالما النقد في مصلحه النادي، لان ده كان كبير يعني لابد ان يبقى في نقد. نحتاج في وقت زي ده يسمع اراء، نحتاج نسمع تنوع وتعدد اراء، يسمع وجهات نظر تانية، يسمع اقتراحات، لان محتاجين افكار، ودي الحاجه الغاليه. يعني انا من شويه بتكلم مع حضرتك بقول يعني اقترحت حكايه الجهاز الطبي الكبير واهميته في ده، محتاجين انا مراجعه كل الامور الطبيه الخاصه باللاعبين والتجهيزات كمان وملعب التمرين وكل حاجه، رفع المستوى الطبي، يعني اعمال المعايير الطبيه العلميه الحديثه في ان القطاع الطبي يبقى باكنج جدا ويبقى قريب جدا من الفريق، ويبقى على مستوى عالي، يعني يبقى في خبراء، حتى لو اضطريت اجيب سيستم من بره من نادي برشلونه بتاع الجهاز الطبي بيشتغل ازاي، لو اضطريت ان انا اجيب خبير من بره، لان احنا برضو خبرتنا يعني في المجال ده في احسن، طالما في احسن الاهلي دايما بيجيب الاحسن، لما بيجيب مدرب اجنبي على مستوى عالي وادي له فلوس كتير، اجيب طبيب على مستوى عالي وادي له فلوس، واجيب مدرب احمال على مستوى عالي وادي له فلوس كتير، لان ده الفلوس دي هتحول يعني بعد كده هتفيدني ان نسبه الاصابات هتقل، هتفيدني ان هتحول لفلوس بعد كده، هتحول استثمارات كبيره بعد كده ونتائج بعد كده. هو بس ده فعلا تعليق في محله، ان اي حد بيجي مع ارتباطات النادي الاهلي وضغط الموسم بالنسبه له ما بين حجم البطولات اللي بيشارك فيها بيبقى صعب ولود رهيب جدا على اللاعبين والاجهزه الفنيه والطبيه وعلى كل الناس. راي حضرتك ايه يا استاذ؟ ما بتلحقش فعلا تاخد نفسك. ما هو ليه ما قدرنا ليه ما يعني ما قدرناش نتدارك بعض الامور في الفتره اللي فاتت دي، لان في استحقاقات كتيره جدا في يعني في الدوري العام، في كاس مصر، في البطوله العربيه، ده استحقاق عربي، ده واجب سياسي، يعني ده واجب لان الاهلي هو الكبير، يعني الاهلي كبير او دوره في الامور دي كمان والقضايا العربيه دي دوره كداعم للقضايا العربيه فلازم يشارك، ده واجبه فقدره. وبطوله افريقيا واهميتها زي قدر مصر كده، كل ما هو زي قدر مصر كده يا استاذ محمد، يعني قدر مصر ان هي كبيره فممكن تبقى المسؤوليات اعباء عليها كبيره وارتباطها بكل القضايا او الملفات في المنطقه، ملفات في المنطقه وكلام من ده، فالعبء عليها كبير جدا، فعشان كده هي مصر. النادي الاهلي هو الصوره المصغره لمصر داخليا، يعني فانت عندك بطوله افريقيا دوري الابطال، عندك البطوله العربيه، عندك كاس، عندك دوري، عندك اثنين سوبر او ثلاثه، اثنين سوبر، عندك هيبدا قريب تصفيات كاس افريقيا من بطوله دوري ابطال افريقيا بدري، لان الموسم الضغط هيبدا بدري جدا، فانت الواحد احيانا يجب في شهر 11 ان الجمهور وينتهي في شهر 5 فيجب الجمهور يعذر برضو، يعني يعذر لحد كبير جدا اصحاب القرار، لان هم مش في مكان اصحاب القرار، في استحقاقات كتير جدا، وخسرت البطوله العربيه الناس الاهلي خسر، فانت تحت ضغط دائم، ف اللي بيشتغل تحت ضغط دائم ده الله يكون في عونه، انما يعني انا واثق ومتاكد ان اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله، وهيبقى في تدارك لاخطاء والاهلي، ونتمنى ان المسؤولين في النادي استجابه لدعوه حضرتك، وهم بالتاكيد رؤيتهم اتضحت وقت او باسلوب مناقشتهم مع الجمعيه العموميه واللجان ورش العمل اللي كانت مصاحبه للائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، حجم الاستماع للاراء وحجم اثراء الحوار في النادي الاهلي اللي كان حريص عليه مجلس اداره، اعتقد ان هم هيبقوا مرحبين زي ما حضرتك قلت بكل الاراء اللي بتشيد وتنتقد وتتفق وتختلف، طالما عندهم يقين انها اراء محبه للنادي الاهلي وتبحث عن الافضل للنادي الاهلي ان شاء الله. صحيح. بشكر حضرتك على وجودك معانا، وان شاء الله القادم افضل، ونتمنى ان كل المقترحات اللي بنسمعها خلال هذه الايام من حضرتك ومن كل المحبين للنادي الاهلي اللي بيشرفون على شاشه القناه تكون يعني ذات قيمه وتكون مؤثره في وتسهم في
يعني وضع رؤى مجلس الإدارة في الإطار الصحيح في الفترة الجاية واتخاذ أفضل القرارات إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا بشكرك جدا. مشاهدينا بشكر ضيفي العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة، وبشكر حضراتكم على المتابعة. نهاية هذه الفقرة وهذا الحوار، ولكن فقراتنا مستمرة، ابقوا معنا بعد الفاصل. نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود صالح مع زميلي العزيز محمد سعيد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. ما فيش بديل ولا في الأهلي بديل لي لغاية النهاردة. مكان حجازي هو اللي جاي منه، أعتقد أفضل مساك في منتخب مصر. السنة اللي فاتت خسرنا بطولة أفريقيا بسبب الحتة الفاضية بتاعت حجازي. السنة دي نفس الشيء، الجون اللي جاي الأولاني والجون المنطقة اللي هي اللي قدام السيكس يارد اللي قدام حارس المرمى. الكرات هو بيغطي كويس جدا، الكرة العرضية جون، جه حد من ورا حط جون. لا كان حجازي موجود، ده سد عالي وكان عنده يعني كان عنده ثقافة كروية عالية جدا. توقع والتحرك توقع بالظبط، برافو عليك، كان بيتوقع وبيتحرك وقبل اللعيب فعمل فرق. حضرتك شايف عمل دروب كبير جدا. ما نستهنش بحاجه زي كده. انا يعني مستهين بلعيب زي حجازي ده وبيعه واعتبره زي اي لاعب تاني وهجيب اي حد تاني يسد. لا هنا كان لازم يبقى فيه ستوب، وكان لازم يبقى فيه اوبجكشن، وكان لازم يبقى فيه فيتو، اعتراض على القرار. كان لازم يبقى فيه فيتو على القرار ده، بس الخطيب ما كانش موجود واللي موجودين ما كانوش بتوع كوره. بيع وهات وشاب بتوع بيزنس يعني. انما يعني حضرتك متفق مع لما كابتن محمود الخطيب قال خلال الحمله الانتخابيه اللي فاتت، النادي الاهلي عنده حساباته الاستثماريه والخاصه بالايرادات والارباح وكل شيء، لان ده اصبح صناعه كره القدم في العالم. لكن قال ان دايما حساباتنا واولوياتنا فنيه في الاهلي. قال النمره 1 و2 و3 في الاهلي الفني قبل المالي. حضرتك شايف ان دي لازم تبقى الرؤيه الفتره الجايه؟ انا هقول لك حضرتك، هو كلامه مظبوط مليون في المية، يعني 100% وانا معاه طبعا. لان هو لو فنيا كويس ما هو بيحقق رؤيه اقتصاديا كويس. ما انت عامل زي انت دلوقتي بتستثمر الفنيا ده، لو فنيا عالي، ما انت لو عندك لو يعني زي مثلا ريال مدريد او برشلونه عندك ميسي وعندك مش عارف ايه وعندك فنيا عالي جدا، الاستثمارات بتاعته بتخش في نص يعني كل سنه نص مليار دولار، بين 600 مليار بين نص مليار بين 600 مليون دولار. برشلونه ريال مدريد قريب من كده، اعتقد اللي بعديهم يمكن كان بس حضرتك الاستثمار والنظر الى ونسبه المتابعه بدات تروح تاني للدوري الايطالي بعد تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو. مش بقى بدا يعني بدات تبقى الحسابات تاني فيه اهتمام من جديد الفتره دي، بنشوفه اعلاميا. بدات ترجع زي ايام مارادونا لما راح نابولي. ايطاليا بدات تظهر يعني لعيب واحد. ده البعد الفني وتاثيره على البعد الاعلامي والمادي والمادي والاقتصادي والاستثماري. مليارات بتدور في صناعه الكوره، مئات المليارات بتدور في صناعه الكوره العالميه. يعني انا عايز اقول لك يعني ميزانيه هتوزن لو عرفت ميزانيه مثلا شركه نايك اللي شغاله في البتاع ده، عشان كده بتدفع في وقت من الاوقات 100 مليون لواحد زي كان لعيب كره سله اسمه شاكيل اونيل فاكره ليكرز. ليكرز بالظبط. تجربته يعني في قمه نجاحه كان في ليكرز. ده لعيب واحد 100 مليون في 4 سنين، شركه واحده. شوف في عندك كم شركه من الشركات مالتي ناشونال تشتغل في الكوره بتدور فيها مليارات، فدي صناعه بقى جباره وكبيره. فاحنا عايزين نواكب ده بقى ونشغل محترفين بجد. بدايه الاحتراف الجاد دي ان احنا بقى جادين في كل شيء. طب هل ممكن نطمن الناس ان الفتره الجايه هتشهد تطوير فني واستثماري وكل شيء في فريق كره القدم على فترات وعلى مراحل؟ لان حضرتك تتذكر التجربه الرائعه والمتفرده للكابتن حسن حمدي وهو رئيس للنادي ومعاه الكابتن محمود الخطيب نائب للرئيس. 2004 التجربه بالضبط. الاستثماريه والاقتصاديه والاعلانيه والفنيه والكرويه غير المسبوقه في تاريخ الاهلي دي خدت سنه. الاهلي بدا كل سنه يضيف افضل العناصر الموجوده على مستوى مصر وافريقيا لفريقه. فاحنا ممكن نعمل خطه جديده على مدى 3-4 سنوات. ده لابد ان هو يتم، وانا واثق ان هو هيتم. يعني انا في بطني بطيخه صيف، طالما رئيس النادي الاهلي هو محمود الخطيب. انا مش يعني ده كلام الناس يعني الناس كلها عارفه الكلام ده.
الكوره في ايد امينه. فدي مساله مهمه جدا. اتنين هو منظم جدا وعقليه منظمه جدا وذكي. فانت فانا مطمئن لو اللي ماسك الحكايه دي مش بتاع كوره انا ابقى قلقان. لما كان كابتن حسن حمدي كان في بطل ومعاه الخطيب برضه كان نائب رئيس النادي كنا مطمئنين حتى في الفتره اللي هي اللي حصل فيها اهتزاز الفتره الانتقاليه اللي في بدايه الالفيه 3 4 سنين بطوله تروح وبطوله تيجي وكده. وانا فاكر الكابتن عادل هيكل يعني كنت عنده في البيت في زياره والفريق خسران خساره وحشه ومش فاكر كان بيلعب مع مين بيقول لي اللعيبه طالعه بتضحك بيقول لي ده احنا في كارثه واللعيبه طالعين بيضحكوا دول مش النادي الاهلي دول مش اللي يلبسوا فانيله النادي الاهلي اللي احنا تعبنا فيها يعني او اللي كافحنا عشانها. فانت انا مطمئن ان اللي جاي ان شاء الله هيبقى كويس وبطمن جمهور الكوره. وطبعا الجمهور يعني حزنه مشروع وغضبه مشروع لان ده النادي الاهلي ما يخسر بطوله دي حاجه كبيره. كابتن مروان كان افاني انه خارج من ماتش كان واقف فيه جون في الاهلي ومش فاكر قال اتعادلنا او خسرنا 2-1 او 1-1 على استاد التتش. فهو خارج تادبا يعني لقى المرحل الكبير كابتن التتش فبيقول له صباح الخير يعني هو بيصبح على الكابتن التتش وبيبتسم. قال لي زعق لي تسجيل موجود قال لي زعق لي قال لي بهدلني لان انا بسلم عليه بابتسامه قال له بتضحك على ايه وقال بقى يعني قال له حاجه تريق عليه بتضحك قال طب مش لسه خسران داخل فيك جون من شويه على ملعبك وسط الجماهير يعني فكره انه لا دخول مرماك هدف وانك تخسر او ما تحققش فوز دي في الاهلي حاجه كبيره جدا. طبعا حاجه كبيره جدا لان الاهلي نادي بطولات ونادي انتصارات والاهلي مش يعني مش ده بس الاهلي مؤسسه يعني اكبر مؤسسه رياضيه تربويه اجتماعيه في مصر. دي جامعه كان عندنا جامعه القاهره النادي الاهلي تاسس جامعه القاهره 1925 النادي الاهلي 1907 النادي الاهلي مؤسسه ضخمه جدا 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 يعني مؤسسه كبيره جدا. عندك كليات تربيه مش عايز اقول الاهلي جامعه او كليه عندك كليات كام كليات تربيه بدنيه كليات تربيه بدنيه طلعت كام بطل او كام بتاع لا اللي بيطلع النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي طلع بقى عد بقى اسماء في كل الالعاب مش في الكوره بس. طيب في الدقائق القليله اللي جايه برضه هسال حضرتك على امر معقد شويه ناس اتكلمت فيه الفتره اللي فاتت ولسه جديد يعني الطرح ده انه في ناس بتقترح بتقول اللي عندهم درايه كامله بالفريق وعينهم تقدر تختار لعيبه واستراتيجيات وقت طويل للكوره في الفتره الجايه هم لجنه الكوره مش كل مدير فني او كل جهاز فني هتولى المهمه لان في اجهزه بتيجي تستمر وفي اجهزه بتيجي موسم او اتنين وما تكملش. فاللي قادر انه يرصد لعيبه الدوري ومين الاقرب لطريقه الاهلي ومين اللي نتايجه ستيبل في مصر نقدر نعتمد عليه لو انضم للاهلي لجنه الكوره والكوادر اللي فيها بقياده الكابتن الخطيب. ده راي طرح من بعض ضيوفنا في الاستوديو في اليومين اللي فاتوا. راي حضرتك هو راي وجيه ليه؟ لان انت الاهلي بيراكم خبراته بيراكم خبرات وبيستفيد منها دروس التاريخ. الدرس القريب كابتن حسام البدري وكابتن حسام البدري الاهلي ترك له الاختيارات كامله اداله صلاحيه كامله في الاختيارات وكانت النتيجه اللي احنا شايفينها يعني الفاتوره بتدفع دفع السنه اللي فاتت في نهائي في افريقيا السنه اللي فاتت وصلت النهائي وخسرت بسبب يعني رؤيه غلط او قرارات غلط ودفعنا يعني ما زلنا ندفع ثمنها. كامل الاحترام للكابتن حسام البدري هو على مستوى الشخصي انسان رائع ومدرب جيد وان النادي الاهلي دايما بيعلي من قيمه مديره الفني بيقول المدير الفني صاحب صلاحيات ورأي بيلعب مع ترسانة يجيب له جون بيلعب مع المنصوره يعني المنصوره ما هياش بشعبيه مثلا الاتحاد السكندري او كده ولو انها في وقت من الاوقات كان منصوره عندها فرق كويسه في الستينات في الدوري. المهم لمع ده جنة الاهلي انطفى لهز اتهز يعني رهبه بقى اللعب في الاهلي او في الانديه الجماهيريه بيتمرن هو بيتمرن اول تمرين 40,000 متفرج جاي يتفرج على لمع مش قادر يحتمل ده تكوينه النفسي. هنا التكوين النفسي انت بركات على فكره لو انت تلاحظ تكوينه النفسي لا عنده ثقه بنفسه شديده وده كان بيبان في الملعب يعني ليه شخصيه في الملعب حتى هو بيجيب الاجوان وطبيعته كنجم المباريات الجماهيريه زي المباريات العاديه جدا زي المباريات البطوله بيأدي بنفس الطريقه حتى ما بيطلع في التلفزيون يعني. وبرامج وكلام من ده الثقه بنفسه عاليه جدا وبتحقق نفسيه وقوي وكده. لا لمع بقى حاجه ثانيه يعني هو
ريفي شويه كان ومنطوي شويه وكده، فما قدرش. انت احيانا بتتظلم يعني كاهل، يعني انا بجيب لعيب مكسر الدنيا بس ما بيمشيش معايا، مش بتاع خلاص بقى، هي يعني دي في علم الغيب. بس طيب هسأل حضرتك سؤال تاني، سؤال صريح شوية يعني. الناس في الشارع بتقول ايه؟ اهلاوية بيحبوا النادي الاهلي جدا. لا لا، اهلاوية زعلانين. زعلانين بس بيقولوا هل الموضوع كله ان اللاعب ثباته الانفعالي وشخصيته وقوة شخصيته تسمح له يلعب بضغوط النادي الاهلي وحجم البطولات، ولا احيانا في لاعب ينفع في نادي تاني ما ينفعش في نادي بطولات؟ يعني الناس عندها تحفظات ممكن تتعمل صفقة في وقت ما، تيجي النادي الاهلي تلاقي اللعيب ده كان في فرقته مميز بس هو في النادي الاهلي لا، لعيب عادي خالص فنيا، سقفه مش نادي اهلي في احسن حالاته وهو في التوب فورم بتاعته. حضرتك متفق مع اصحاب الراي ده ولا مختلف؟ في لعيبه ما تنفعش اهلي، في ما تنفعش اهلي طبعا، لان لعيب الاهلي لازم يكون ضربت مثلا بلمعي، ما هو شخصيه الاهلي من الاخر يعني، لاعب شخصيه الاهلي بتبقى يعني موجوده في لعيب، اللاعب ده بقى عنده ثقه بنفسه شديده، بيموت نفسه في الملعب، هي دي شخصيه الاهلي. يعني بيحزن جدا لو خسر، بيستقتل لغايه اخر ثانيه على الفانيلا اللي لابسها وروح الفانيلا الحمراء. ده بنشوفه في احمد فتحي مثلا، على يعني از اكزامبل يعني احمد فتحي بيبان قوي فيه، بيبقى داخل حرب بيحارب يعني، هو ده الاهلي جد جدا ال 90 دقيقه وكل المباريات. كان صالح سليم كده يعني، كان صالح سليم وهو بيلعب كان كده يعني، كانه بيحارب وهيخسر حرب، لكن بعد الماتش خلاص انتهت الحكايه. كان الخطيب كده، وكان دي لقطات للنجم محمد بركات طالما اتكلمنا عنه، وهو زي ما حضرتك قلت هو ونجمنا محمد ابو تريكه كانوا متالقين قبل انضمامهم للاهلي، لكن وصلوا لمستويات غير مسبوقه مع الاهلي. طبعا ابو تريكه كان متالق في الترسانه، لكن بقى اسطوره وهو في الاهلي خلاص، وصل لمستوى تاني، لان ده الاهلي، ده الاهلي صانع النجوم، وده الاكاديميه الكبيره يعني، ده المدرسه الكبيره، ده الجامعه الكبيره اللي بيخشها زي السربون كده، بياخد دكتوراه من السربون خلاص، ده يعني واخد كريدت عالي جدا يعني. فطبعا وغيرهم عندنا امثله، خالد بيبو، عندنا نجوم كتير جم وعملوا مستوى، قدموا مستوى عالي جدا وبقوا نجوم كبار لا يمكن ما تتذكرش اسهاماتهم في الكره المصريه ومع النادي، لان مستواهم مع الاهلي يعني تخطى مستوياتهم اللي فاتت بكتير، او فجرت طاقتهم وجودهم في النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، فجر طاقتهم بالشكل اللي وضح للناس امكانياتهم. هقول لك مثل شهير من كل عواجيز زي فاكرينه يعني، سمير زاهر النادي الاهلي جابه من دمياط مقابل مبلغ مالي كبير وثلاث لعيبه، انا فاكر من ضمنهم يعني اسم عهدي ايوب، انا كنت ايامها بلعب تحت 18 وهو تحت 21، وكنا في مدرسه ثانويه واحده يعني، فانا فاكر قصه الانتقال ده، هو كان عهدي ايوب كان لعيب كويس قوي تحت 21 سنه ومعاه اثنين اعتقد جمال محمود. المهم راح وجي سمير زاهر وكان برضه مكسر الدنيا في دمياط، بس سمير زاهر جه النادي الاهلي اختفى يعني، ما عملش حاجه او ما ظهرش يعني، هو كان يعني ستايلست شويه، كان زي صالح كده وحريف وبتاع، بس ما كانش فايتر، ما كانش مقاتل، ما كانش شخصيه الاهلي، وده الكابتن سمير زاهر الكبير يعني. فانا بقول لك ده مظبوط، في لعيب ينفع للنادي الاهلي، ينفع يلبس فانيله النادي الاهلي لانه بيحمل مواصفات جينيه كده تنسجم مع النادي الاهلي، شخصيته وامكانياته الفنيه. ما انت عندك امكانيات فنيه عاليه بس ما فيش شخصيته، ما ينفعش. احيانا الناس بتصطدم بان لاعب ممكن يجد فرصه في يوم من الايام في نادي كبير زي النادي الاهلي وما يكونش على المستوى المطلوب، وقت الاختبار الحقيقي في مباريات صعبه الناس بتقول لا، ما يعني مش ده. بس يعني هو خلي بالك ممكن يبقى بديل، ممكن يبقى بديل، بس انت ما يشيلش فرقه زي الاهلي. ده صحيح، دي حصلت كتير وبكل اسف، وانا هقولها يعني، حصلت ايام الكابتن حسام مدرب الاهلي السابق يعني، ايام كابتن حسام البدري. حسام البدري يعني هو تعاقد مع عدد من اللاعبين يعني بدون ذكر اسماء عشان ما نسببش حساسيه لحد، مش هم دول، مش يعني مش كلهم، او في نسبه كبيره عاليه ما تمتش الاستفاده بيهم اصلا، ما تمش، لان العين اللي بتختار يعني. طب هل حضرتك متفائل؟ لان في برضه حاله تفاؤل في الشارع، هم دول اتدبس فيهم النادي الاهلي يعني. هو هنا النادي الاهلي النهارده جمهوره متفائل بان الخبرات الموجوده كرويا عند قيادات لجنه الكوره وعلى راسها الكابتن الخطيب ومجلس الاداره وكوادره ايضا بقياده الكابتن الخطيب وهو ما هو في عالم كره القدم، قادره على ان الصفقات اللي جايه تبقى صفقات مؤثره جدا.
او بلاش، ده اللي الشارع القهوي بيقوله النهارده. يعني نجمنا احمد بلال من يومين كان معايا بيقول اتمنى قالوا القرار لمجلس الاداره وله مطلق الحريه، قال رؤيته المتواضعه بيقول انا كاهلاوي وكلاعب كره سابق في الاهلي ومنتخب مصر اتمنى اشوف اربع صفقات جايه للاهلي بحجم ايفونا ومعلول واجاييه وازارو، هو ده اللي الاهلي محتاجه الفتره الجايه، راي حضرتك؟ انا طبعا انا معاه مليون في المئه، اتمنى خمس صفقات يعني اتمنى خمس صفقات. بس انت يعني مجلس الاهلي يعني وجد نفسه في مشكله الحقيقه، انه عنده قائمه تقريبا يعني فيها عدد كبير فيها نسبه كبيره جدا، يعني انا كتبت بص قريب يعني نص القائمه عايزه تتفاور. فانت بيتحرك في اطار محدود كاداره للنادي الاهلي، ما ينفعش يغير كل دول، ما ينفعش يغير نص دول في قائمه او في كابتن الخطيب كمان قال في المداخله الهاتفيه انه كانت البطوله شغاله وفي البطوله شغاله ما ينفعش نتدخل في حاجه في الوقت ده خالص. وانت عايز تقدم قائمه برضو قبل يوم الخميس، يعني قبل بكره في قائمه، يعني انت مزنوق وعندك استحقاقات مهمه جدا. فيها ميزه يا استاذ سعيد، حضرتك تعلم اللي هتقدم الخميس هيبقوا 23 اسم، فهيبقى في سبع اماكن شغاله، عندك فرصه للتعاقدات، فرصه طبعا. انت محتاج خمسه على الاقل، يعني خمسه على مستوى عالي جدا ادفع فيهم اللي انت هتدفعه، خمسه اضافه حقيقيه. يعني لعيب يجي يعمل فرق مع الاهلي على طول. بالظبط، يعني سوبر ستارز، انت محتاج سوبر ستارز. فده كلام انا معاه مليون في مليون في الميه، واكيد يعني كابتن محمود الخطيب بيفكر في ده. وانا مطمئن، يعني لما جه الخطيب رئاسه النادي الاهلي انا يعني في بطني بطيخه صيفي ان ده بتاع كوره، ان ده الخطيب، يعني ان ده محمود الخطيب. وده عشان كده دي الطموحات والتطلعات اللي عند جمهور الاهلي، ان عندهم سقف الطموحات عالي جدا. انا قبل ما يجي محمود الخطيب، يعني في عصر المهندس محمود طاهر مع كامل احترام لي، يعني حصل كارثه ان انت سبت، ان انت بعت عمود اساسي. ما انت عمليه البيع والشراء دي لازم تحتاج موائمات، يعني لازم اشوف انا المركز ده محتاج فعلا كم واحد، ابيع واحد البديل وهيأثر فيها فنيا قد ايه، لو انما ابيع واحد زي حجازي يخليه يبقى بيقيم الاصابه دي، يعني يقيم الاصابه او يزود اداؤه، يعني ممكن في الملعب ممكن يزود اداؤه او يزود مهارته، لانه لو رجله معوجه شويه، لو في عنده عوجات شويه، لكن لو اتظبط بيبقى اداؤه احسن. فطبعا فانا يعني انا اتمنى ان الكابتن محمود الخطيب، انا عارف ان هو يعني هو مهتم بالحكايه دي، وهو عقليه منظمه جدا وبيشتغل بهدوء وبشكل علمي، ان ده ياخد اهتمام كبير جدا، لان انعكاسه على مستوى الكوره في النادي الاهلي وبالتالي في مصر هيبقى كبير جدا. اثنين، نهتم برضو بحكايه يعني يبقى في برنامج لوزاره الشباب والرياضه توعوي عشان يقلل نسبه التشوهات، يعني التشوهات في اجسام الاطفال نتيجه حاجات كتيره جدا، يعني مش وقت ذكرها، بس هو يهتم بالحكايه دي عشان الاجيال الجديده اللي طالعه يبقى طالع الى حد ما سليم. في توعيه في المدارس، يبقى في توعيه طبيه، يبقى في اجهزه طبيه بتقول لازم نعمل ايه. ده شغل المفروض شغل وزاره الشباب والرياضه. يبقى عندنا حكايه الملاعب تبقى في كل مكان، ده يبقى مشروعنا القومي لوزاره الشباب والرياضه، مشروع قومي نشر الملاعب على مستوى مصر كلها في كل مكان. ده انا بعمل خدمه كبيره جدا للشباب، وخدمه كبيره جدا للدوله، وخدمه كبيره جدا للامن، عشان اواجه يعني ما اسيبش ثغره للجماعات الارهابيه وكده ان هي تستقطب بشباب. لا، انا بحطه في الملعب، بيطلع بعد كده باخد منه. وسعت القاعده، رفعت مستوى المنتخبات في كل الالعاب، يعني مش في الكوره بس، في كله. بس الكوره لانها شعبيه هتلاقي فيها، يعني هيطلع بقى بدل محمد صلاح ممكن تلاقي عندنا خمسة ستة كل سنة محمد صلاح، لأن القاعدة انتشرت توسعت، فأتيحت فرصة للشباب الصغير اللي قاعد في البيت، الصبية يعني اللي هو سن 12 13 14 15 سنة، أكيد فيهم مواهب، أكيد فيهم زي محمد صلاح. يعني محمد صلاح جسمه حتى قليل ورفيع، في أجسام ممكن تبقى يعني أدائها ممكن يبقى أفضل أحسن. طيب استاذ سعيد، هنتقل لملف البطوله الافريقيه.
مش مسألة الفوز والهزيمة، لأن الفوز والهزيمة بتحدث مع كل أبطال العالم وأشهر فرق كرة القدم في العالم، ولكن الشكل اللي ما كانش مرضي ومش مقنع ومش شبه طريقة أداء الأهلي على الإطلاق في المباراة الثانية في تونس. حضرتك شايف ده إزاي؟ نستفيد من الكبوة دي إزاي؟ تحليل حضرتك لها. نبدأ الأول بأسباب الظهور بهذا الشكل قبل ما تكون النتيجة، ونتكلم بعد كده في الإيجابيات وكيف التاريخ زي ما حضرتك بتقول في شواهد كتير حانت بالشكل ده. أعتقد إن في سبب، يعني سبب جذري مهم، هو ما هوش سبب واحد على فكرة، يعني مش عايزين تختزل الحكاية دايما في أبيض وأسود أو في سبب واحد، مسائل نسبية، لكن في حاجات تبقى ظاهرة قدامنا زي نسبة الإصابات اللي اتكلمنا عنها من شوية، أكيد مؤكد أثرت طبعا، لأن اللعيب زي أحمد فتحي ده بيأثر كتير، ممكن رامي ربيعة، ممكن يعني وأزارو ومعلول وأجاي، أزارو معلول أجاييه طبعا دي عناصر قوية قوة جدا، قوة ضربة يعني قوة ضربة جامدة جدا. طبعا أنت خسرت كل دول، لا ريال مدريد واجه مواقف زي كده نتائجه، فأنت دي حالة ما هيش جديدة على الكرة العالمية ولا على النادي الأهلي، النادي الأهلي مر بحاجات زي كده في فترات ما، ضربات تاريخيه يعني حصل ده في الستينات، يعني من 62 ل 67 الاهلي ما خدش دوري، كان في فتره 62 و 63 كان رئيس نادي الاهلي صلاح دسوقي، وبعدين يعني لدرجه ان جمال عبد الناصر نفسه اتدخل، يعني سال المشير عامر، المشير عامر كان زملكه، المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك، فالزمالك كان ماشي كويس، يعني عمل شعبيه كبيره جدا في الستينات، من 61 62 ل 67 ل 65، وكان في نجوم كبار. الاهلي كان متراجع وما خدش الا يمكن كاس مصر سنه 65، في النهائي كسبنا الترسانه، الاهلي كسب الترسانه 1-0 بهدف سجله اسامه يوسف كان سوداني، وكان دروب جامد لدرجه ان جمال عبد الناصر سال مشير عامر ايه حكايه النادي الاهلي، هو انت الزمالك وكلام عايزين ده مزاج الشعب المصري كله نازل، انا يعني جالي تقارير ان مزاج العام نازل لان الاهلي بيخسر، ودي حاجه مش كويسه، احنا عايزين نرفع الحاله المعنويه للناس، ده قطاع كبير جدا، ده ملايين، ده كان وصلوا تقارير النادي الاهلي، فقال له انا قال له شوف تحلها ازاي، فهو المشير عامر خد الفريق مرتجي كان ايامها رئيس، كان قائد القوات البريه، وخده معاه في عربيته ومشي من قدام النادي الاهلي وشاوره على النادي الاهلي وقال له انا عايزك تبقى رئيس النادي ده، لان ده يهم البلد ويهم الدوله، لان ده قطاع كبير جدا من الشعب، ده اكتر من 60% من الشعب المصري اهلاويه، واحنا مساله المزاج العام للناس دي مساله مهمه جدا، مش عايزين الناس تبقى تعس، مش عايزين يعني اذا كان نقدر نساعد وكده. ف مر بيها الاهلي برضو في 2004 2003 2002، يعني في الفتره 2003 2002 2001 يعني في بدايه الالفيه تانية. قبل التعاقد مع النجوم اللي عملوا الفريق اللي هو كسر الدنيا، كسر الدنيا قبل بقى ما ابو تريكا وبركات يعني الفرقه الكبيره دي حصل الحقيقه الاهلي ايامها كابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي رئيس واجه النادي المشكله، وكابتن الخطيب كان نائب رئيس وكابتن الخطيب كان نائب رئيس، والاثنين بتوع كوره الاثنين بقى يعني، فواجهوا المشكله بشكل حاسم وجابوا ابو تريكا وجابوا بركات، وبعدين نفس المناخ اللي حاصل في الايام اللي فاتت دي حصل تشكيك في بركات، واتقال لك ان هو عنده مرض يمنعه ان هو يلعب كوره، قالوا مصاب بالغده الدرقيه. بالظبط، برافو عليك، انت فاكر لان الصحف كتبت عليها وبعدين الموضوع اتشرح بعد كده من اللاعب نفسه، من نجمنا محمد بركات ومن طبيبه المعالج كمان اللي قال الكلام. احنا بعد كده شفناه في الملعب، يعني احنا قلنا طب المرض كتب وظهر بركات كما لم يظهر من قبل مع النادي الاهلي، فجرت موهبته اكتر ما كان متالق ايام الاسماعيلي، يعني لا 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 كمان فاق المستوى ده بكتير. في ما انا هقول لحضرتك برضو ان في لعيب، ودي ما تقدرش تحسبها بقلم ورقه بمسطره، في لعيب يجي النادي الاهلي فيتالق تفجر موهبته، وفي لعيب يجي النادي الاهلي يرتبك نفسيا، وده بيتوقف على تكوينه النفسي. هضرب لك مثالين. في سنة 65 64 65 حصل مشكلة كبيرة جدا 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 على لعيب اسمه لمعي، ده كان بيلعب في المنصورة، كان يلعب مع أي فرقة يجيب له 3-4 تجوان، فحصل خناقة عليه بين الأهلي والزمالك،
الاهلي فاز بالصفقه، عبد البقال راح جابه وخباه ومش عارف ايه وبتاع، وتعاقب عبد البقال كان بيشتغل في وزاره الصحه هنا يعني. فتعاقب يعني في سلطه بقى اتدخلت وكلام من ده ورموه في الواحات. ليه تعاقب؟ مديره كان زملكاوي، قدر يجيب، مش مديره كان زملكاوي، هو قدر يجيب لمعي للنادي الاهلي. طيب كان ايه المشكله بقى اللي تسببته؟ المشكله ان هو ما راحش يعني ايامها ما راحش النادي المنافس اللي هو الزمالك، والزمالك كان عايزه وكده، وكان الزمالك يعني كان مفهومه لحد دلوقتي الحكايه مفهومه ان في منافسه بين الاهلي والزمالك على الصفقات. ايه اللي يخلي عبد البقال يتعاقب في عمله بعد ما خلى الصفقه تروح في اتجاه الاهلي؟ ده معناه ان كان في بقى مسؤول ما في المكان اللي هو فيه زملكاوي. اه طبعا رئيس الرؤساء في العمل. خلي بالك كان المشير عامر كان زملكاوي. اه عشان اه تتكلم عن المشير عامر الاتجاه العام الجو العام. اه المشير زملكاوي. آه المهندس حسن عامر اخوه كان مشروع مهم جدا. وانا كنت طالبت هنا برضو في يعني في قناه الاهلي ان لابد يعني نهتم بالبحث عن مواهب، لان يعني بلدنا اللي طلعت مواهب كتير جدا زي الخطيب وزي دلوقتي محمد صلاح وزي كثيرين، يعني اكيد في مواهب كتير اللي طلعت ام كلثوم وعبد الوهاب في الفن، وطلعت عبقره يعني محمود مختار في المثال محمود مختار وطه حسين. البلد اللي بتطلع المواهب العبقريه دي اكيد فيها عبقره في كره القدم، فاحنا محتاجين. فده مشروع كويس جدا، بس انا يعني اتمنى ان برضو وزاره الشباب تخش بدور اكبر من ده شويه. بمعنى ايه؟ انت محتاج يعني محتاج بنيه اساسيه للكوره، محتاج ملاعب كتير جدا، محتاج ساحات كتيره جدا للكور، لان عدد ملاعب الموجود او عدد الساحات اللي موجود قياسا بعدد بالتعداد السكاني قليل جدا، ودي محسوبه بالورقه والقلم قياسا بدول كثيره اخرى. فاحنا محتاجين من وزاره الشباب وزير الشباب ان هو يتبنى مشروع قومي لنشر ملاعب مفتوحه للشباب. دي يعني بتفيدني في حاجات كتيره جدا. عايز ممارسه النشاط الكروي تبقى في كل حته، تبقى في كل مكان، اي ساحه فاضيه تتعمل فيها ملاعب زي ملاعب السداسيه كده، سداسيات كره القدم. دي هتفيدني في حاجات كتير. اولا هتمتص طاقه الشباب، وهنبعدهم عن يعني مناخات التطرف، او نبعدهم عن بؤر التطرف. يعني انت انا بحمي شبابي في ضد التطرف الديني. اثنين يعني كونه بيمارس الرياضه فده مفيد جدا في حياته، مفيد جدا لبلده. ثلاثه انا بوسع قاعده وبعمل انفراستراكشر كبيره جدا للكوره. واحنا لو بصينا على بره بلاش يا سيدي يعني نتكلم عن دول متقدمه قوي، لكن الدول حتى يعني الدول حتى الناميه، في دول كثيره ناميه. مساله الملاعب دي مساله مهمه جدا للصحه النفسيه والصحه الجسمانيه. انت بتعمل يعني مصدر الامراض حتى، يعني انت بتعمل وقايه طبيه، يعني بدل ما تصرف عليه بعد كده، اهله يصرفوا عليه بعد كده انيميا ومش عارف ايه والتهاب كبدي وحاجات كتيره جدا. والرياضه لها تاثير على البني ادم، بتخليه سوي بنسبه كبيره. يعني ممارسه الرياضه من الحاجات اللي في عمر المراهقه والشباب بتفرق مع الانسان في حياته كلها. اه طبعا بتدي له، انت عارف يعني ده مؤكد، ده خلاص ثبت علميا، اللي بيمارس الرياضه ده يعني قابليته ان هو يبقى انسان طبيعي وسوي ومعتدل ومتزن وكده. عاليه جدا. عاليه جدا جدا جدا، لان بتدي له اولا يعني حاجه اسمها يعني بتدي له ثقه بالنفس شديد، معتز بنفسه، معتد بنفسه، معتد بكرامته كده، بيطلع حتى مقبل على الحياه، عنده نشاط وعنده دايما طموح وما يتكسرش بسهولة، ولو وقع يقوم تاني. والحياة كلها يعني الحياة كلها مطبات، يعني بيواجه في حياته الاجتماعية أو في حياته العملية، أي إنسان بيواجه مطبات كتيرة، يقع فلازم يقوم تاني. سبحان الله، حضرتك تعلم أن الجهد البدني بيشيل الضغط أو الاسترس عن العقل، عن المخ. عشان كده اللي عنده مشاكل كتير اكتئاب، عنده مشاكل نفسية، عنده ضغوط، الدكتور يقول له قوم وضب اوضتك، اعمل حاجة، نظف حاجة، اعمل حاجة بإيدك حاجة. بالظبط كده. اول سؤال لو واحد راح لدكتور نفسي وعنده اكتئاب، اول حاجة ألف ب يعني ألف ب الطب النفسي يسأله عن حاجتين. اول حاجة بتشتغل ولا ما بتشتغلش، هو لو كان في سن العمل يعني بتشتغل ولا ما بتشتغلش، لو قال لي كده بيروح مدرسه ولا ما بيروحش مدرسه،
بتشتغل ما بتشتغلش دي مساله مهمه. لو ما بيشتغلش خلاص عارف المشكله لان ما بيشتغلش ده خلاص دخل يعني دخل في مود سيء جدا. لكن لو بيشتغل الحاجه الثانيه طفولته يعني بيسال على الطفوله كانت شكلها ايه. سيبك من حكايه الطفوله لكن بيشتغل او ما بيشتغلش دي مساله مهمه. اثنين ممارسه نشاط الرياضه بالنسبه للكلام اللي حضرتك بتقوله من شويه ان هي بتخلي العقل بتاع لان الدوره الدمويه بتشتغل بكامل طاقتها فالدم بيوصل للدماغ بشكل جيد فطبعا كل الخلايا بتشتغل بكفاءه عاليه جدا. دي ميزه الرياضه عشان كده يعني كان مقوله ولو ان انا ضدها يعني العقل السليم في الجسم السليم كان قصدهم كده بس يعني طبعا التاريخ أثبت لنا وتاريخ المدنية والبشرية وتاريخ تطور العلم الهائل أثبت لنا إن مش هي دي لأ لأن في عباقرة كتير جدا اللي كان مشلول واللي كان بتاع واللي كان بليد في المدرسة واللي كان مش عارف يعمل مخترعات عظيمة جدا فما هيش كده. لكن الجانب الطبي اللي فيها مهم جدا يعني مؤكد الرياضة بتخلي الإنسان قابلته على إنه يبقى سوي. مفيش في العلم بتخلي حياته افضل بشكل عام. في علم النفس مفيش حاجه اسمها انسان سوي بنسبه 100% كل انسان بيتعرض لضغوط لكن النسبه المتعرف عليها علميا بيبقى الرياضي ده بيبقى اقرب للنسبه المطلوبه خصوصا الموضوع ده كمان له ابعاد اكبر اللي هي اللي حضرتك اتكلمت عنها في البدايه استثمار وتسويق للاعبين وتحسين لمستوى او ارتقاء مستوى كره القدم في مصر بخروج محترفين اكتر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه احنا عندنا مشاكل برضو تانية يعني احنا الاهلي بيدور على لعيبه ودايما الانديه بتدور على لعيبه عندنا مشاكل تانية طبيه يعني عندنا في المصريين ما عندناش الثقافه الطبيه او الثقافه الغذائيه الاكل في انتشار شويه الانيميا سوء تغذيه وكلام من ده. في عندنا تشوهات جسديه ودي منتشره جدا نتيجه يعني ممكن نتيجه حاجات كتيره جدا من ضمنها ارتفاع نسبه الرصاص في الجو من ضمنها العادات السيئه قاعد بيقعد قاعده مش مظبوطه بيذاكر في قاعده مظبوطه فعمود الفقري ما بيبقاش مظبوط. الشنط الثقيله اللي اولادنا بيحملوها وانا اتمنى ان الظاهره دي تنتهي يعني بيشيل على ظهره 7-8 كيلو راح المدرسه بيبقى صغير جدا فعمود الفقري ما بيبقاش مظبوط وبيتعوج. هيبداوا الوزاره في توزيع التابلت قالوا يا رب نتمنى ان التجارب تنجح تدريجيا واحده يا رب ده نتخلص من حكايه الكتب الكتيره جدا اللي بتعمل اعاقات. في التقوصات بتاعه الساقين منتشره جدا انحناءات العمود الفقري منتشره جدا وده الكلام انا سمعته من اطباء متخصصين جدا يعني ان النسبه عاليه عندنا نسبه عاليه جدا في التشوهات الجسديه. طب نشوف الطب عمل ايه الطب حل المسائل دي فلابد ان الطب ياخد يعني ياخد يبقى في عندنا مسار موازي يبقى في سيكتور كده قطاع كبير الطب يعني باكينج للرياضه طب رياضي بس على مستوى يعني متطور متقدم. جدا انا عايز اقول لحضرتك ان احيانا بيعالجوا حكايه العمود انحناءات العمود الفقري اللي بيسبب اصابات لان الجسم لو مش متوازن مركز الثقل بيتغير فبيحصل حمل على ناحيه دون ناحيه وكده فبيعملوا ودي بقى لها كذا سنه يعني بياخدوا بصمات الرجلين من خلال بصمه الرجلين بيعملوا حاجات تصلح التوازن بتاع الجسم بالنسبه للعيبه الكوره فالبصمه دي فبيعملوا تصميم الحذاء نفسه يبقى فيه ارتفاعات او فيه شكل مناسب بيظبط حركه الجسم يعني. مش الحذاء بالظبط لكن اللي بيحطوا الفرشه بتاعه الحذاء بتتعمل فرشه طبيه فتظبط له جسمه فقللت نسبه الاصابات بدرجه كبيره جدا. وعندنا هنا يعني في دكتور انا اعرفه يعني حد مهتم جدا بالحكايه دي وراني الكلام ده وانا يعني كنت خدت له بنتي في العياده وعمل لها فعلا طلب تقرير طبي لان يعني التقرير الطبي مهم جدا. في عندك حوالي 10 لعيبه اصيبوا او الاصابات عاليه جدا نسبه الاصابات في الاهلي عاليه جدا وده اثرت على اداء الاهلي فريق في البطوله الافريقيه فقدت عناصر مهمه جدا بسبب تكرار الاصابات. في لعيبه زي رامي ربيعه بقاله 9 شهور ما بيلعبش او بقاله اكتر من 9 شهور ما بيلعبش في يعني في اكتر من لاعب انت خسرتهم هنا في علامة استفهام كبيرة حوالين الـ يعني تكرار الإصابات أو تعدد وطول الإصابات. فترة استشفاء اللاعبين كمان طول فترة الاستشفاء
فانت محتاج، وانا بناشد الكابتن محمود الخطيب يعني بالمناسبه ان هو يعني يولي الحكايه دي رعايه خاصه ويشكل لجنه طبيه على مستوى عالي جدا لدراسه الظاهره دي، لان ده حصل في انديه عالميه، يعني حصل في تشيلسي، وتشيلسي شكل لجنه طبيه كبيره جدا. اللجنه دي اتقسمت لجنه تشوف الملعب نفسه اللي بيتدربوا عليه، ملعب تشيلسي، صلابه الملعب او صلاحيه الملعب، فتبان ان صلابته عاليه جدا، وفريق تاني يشوف الاحمال التدريبيه اللي بياخدها اللعيبه، وفريق تالت، يعني اتقسموا ثلاث فرق مجموعات وعملوا دراسات جامده جدا. انتهت الدراسات دي على ان ما ينفعش ياخدوا جرعه تدريبيه واحده، لياقه بدنيه، كل الفريق ياخد نفس الجرعه في الاحمال، لان بعض اللعيبه بتتحمل احمال معينه، بعض اللعيبه، فخدوا كل حال على حده، وبقى التدريب ما هوش وزع على الكل زي بعض حمل تدريبي، لا، في تختلف الاحمال التدريبيه من لاعب لاخر، عشان وقلت فعلا نسبه الاصابات بعد الدراسات اللي تمت في تشيلسي، اللي تمت دي. اتصلح الملعب بحيث يبقى ما بقاش صلب قوي، لان ده بيأثر على الركب، يعني حصل ظاهره اصابات كتيره جدا في الركبه والتواءات الكواحل، ده كمان بيسبب مشاكل في الظهر كمان، لو مشاكل صلبة يشكل خطورة على الركب وعلى الظهر. بالظبط، برافو عليك، على الظهر وعلى الركب. الحاجة التانية، يعني في حاجة مهمة جدا برضو، أنا يعني حكاية إن احنا نشكل جهاز طبي على مستوى عالي ونوليه عناية جامدة جدا، لأن ده جزء مهم جدا في التطور العلمي لكرة القدم، يعني يبقى في اهتمام بالجانب ده. أنا عايز أقول لك السنة اللي فاتت نادي برشلونة اشترى لعيب من ريال سويداد اللي هو عثمان ديمبلي، ده من أصل أفريقي بس هو فرنسي، من أصل أفريقي، يعني والدته من مالي، والده من مش فاكر منين، بس هو أصل أفريقي، لعيب كويس جدا، مهاري وعالي جدا، كان عنده 20 سنة ودفع فيه رقم كبير جدا، وصيب بسرعة جدا بعد التعاقد معه. يعني ثمنه وصل ل 150 مليون دولار، ولعب شهر واحد بس، ثلاث ماتشات او اربع ماتشات، واصابه قعد فيها ثلاث شهور. انت طبعا اللعيب ده مشروع اقتصادي او وحده اقتصاديه لابد من التعامل معاه بهذا المفهوم، يعني فحطوا له برنامج او اتحط في برنامج كامل، طبي كامل جدا، رعايه طبيه كامله جدا، قياس عضلات، يعني رسم للعضلات، التغذية، رسم للعمود الفقري، يعني اتعمل عليه تشيك اب كامل، واتعمل عليه دراسات كاملة، وتبين ان الاصابات اللي بتتكرر له دي سببها ان ضعف في بعض العضلات، فالضعف العضلة، عضلات مثلا الساقين او الظهر او كده، بيسبب اصابات في الركبة، لان الركبة بتحمل على، زي ما بيقولوا الاطباء، بتتحمل الحمل اللي مش قادرة العضلة الضعيفة تستحمله. بالظبط كده. وبعدين ده لعيب مهاري، لعيب مهاري يعني ايه؟ يعني بيراوغ ويموه ويميل بجسمه فبيعمل تحميل عالي جدا، تحميل على المفاصل، فده بيعرض له اصابات، فتحط تحت برنامج، وانا قريت يعني قريت تقارير عنده، يعني عنه في الصحف الاوروبيه، قال لك اتحط في نفس البرنامج اللي خده ميسي. ميسي لما بدا في برشلونه برضو كل اسبوعين ثلاثه اصابه، مش اصابات ضرب، لا، اصابات مش نتيجه التحامات، لا، نتيجه ان هو عضلاته ضعيفه، فهتحط له برنامج لتقويه العضلات، وكان بيتمرن، يعني كان البرنامج ده كل يوم ساعه او ساعه ونص، يقوي عضلات معينه وتحت رعايه متخصصين. وميسي تحديدا كان عنده مشاكل طبيه من وهو طفل، وهو خاصه بنموه البدني، وخد برنامج علاجي استمر لسنوات عشان يقدر يبقى لاعب كره محترف. بالظبط كده، كان ضعيف جسمانيا. فانت هنا انت بتتعامل معاه كمشروع اقتصادي كبير جدا، يعني حد زي ميسي، حد زي ديمبلي، حد زي برضه النجوم بتوعنا، يعني حضرتك هنا بتتساءل كيف اضع لهذا النجم وقيمته الفنيه والاستثماريه والماليه البرنامج التدريبي المناسب له. بالظبط، المناسب له، واللي يعدل من اي مشكله في عضلاته او في امكانياته. لا، لان الاصابه دي بتكلفني انا كنادي، يعني صحيح، بتكلفني كتير جدا فنيا وماليا. انا ما بخسر بطوله زي بطوله افريقيا عشان عندي 7-8 اصابات، وممكن 2-3 منهم يعني مهمين، احمد فتحي فانا هنا بخسر كتير، يعني خسرت كتير، فلابد ان انا
اتعامل معاها بشكل علمي، اتعامل مع الحكايه دي بشكل علمي، مش مجرد طبيب او اثنين ثلاث اطباء ودول اطباء الجهاز الفني وخلصت الحكايه على كده. لا، انا بجيب خبراء، وحتى لو اضطريت ان انا اجيب خبراء اجانب لقياس العضلات والكلام. هل تناشد الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الحالي في النادي الاهلي ان هم يقوموا باجراءات دقيقه جدا طبيه على مستوى عالي جدا لكل الفريق؟ الكابتن محمود الخطيب على فكره، الكابتن محمود يعني عقليه منظمه، وهو اهتم بالحكايه دي على فكره. يعني هو من يعني انا سمعت ان هو من 3-4 ايام حط في دماغه الحكايه دي، واعتقد ان هو بصدد تشكيل لجنه للحكايه دي. دي بقت مساله في غايه يعني في غايه الاهميه. انا عايز اقول لك نادي يعني نادي برشلونه خد 10000 خد 10 ملايين يورو عشان ديمبلي ما لعبش عدد المباريات، يعني كتب في العقد ان هو لو لعب 50 مباراه بقميص برشلونه النادي بتاعه اللي هو اللي باعه اللي هو ريال سوسيداد ياخد 10 ملايين. فالنادي ده خسر نتيجة ان هو ما لعبش. طبعا قعد 3 شهور الموسم كامل مش هديله 50 مباراة. فانا برضو دي لابد ان تؤخذ في الاعتبار بالنسبه للتعاقدات. انا ما بتعاقد مع ببيع لعيب عندي لعيب كويس، ممكن برضه من شروط التعاقد ان هو لو لعب مثلا عدد سي 30 مباراه بقميص النادي في اول موسم انا ليا اخد فلوس، لابد ان استفاد من هذه الخبرات. اثنين، سؤالك اللي هو الاجتماع ده اعتقد من اهم الاجتماعات او من اهم المسائل في الفتره الحاليه، وده كويس جدا الكابتن محمود الخطيب يعني اهتم بالحكايه دي، لان هو زي ما احنا شايفين كلنا لا في اخطاء وما ينفعش يعني ما ينفعش ننكرها ولابد من واجهتها، والاهلي واجه ده كتير. يعني حصل في تاريخ النادي الاهلي انه بيواجه ضربات. صحيح ان في ظروف خارجيه تدخلت ضد النادي الاهلي، وفي كم محاولات لاسقاط النادي الاهلي، وفي يعني في حاجات كتير كلنا عارفينها، مناخ عام سيء جدا، مناخ معادي للنادي الاهلي، لكن احنا تعودنا وتعلمنا ان احنا بنرد دايما في الملعب ونشوف عيوبنا ايه. طيب، ده اللي هننتقل له مع حضرتك بعد دقائق قليله جدا، لان ده هيبقى موضوع حوارنا الرئيسي معاك يا استاذ سعيد. لكن خلينا نستكمل استعراضنا للاخبار وتعليق حضرتك عليه. عندنا اكتر من خبر مرتبط برعايه المواهب. عندنا طبعا اجتماع لمجلس الاداره، بس امور اداريه خاصه بالاعداد للجمعيه العموميه.